احنا ما نقدرش نقول ان الحول نفسه مرض وراثي. الحول مشكلته ان هو بيدي للانسان مظهر غير حقيقته. علاج الليزك اللي حول الاطفال ده اوبسوليت، ممنوع. الحاله الوحيده اللي يمكن عمل فيها الليزك لطفل، الفرق بين العين دي والعين دي اكبر من ان النضاره تقدر تتحكم فيه. علاج الحول في الكبار نسبة نجاحه كبيرة جدا. الدكتورة نرمين بدوي، استشاري طب وجراحة العيون، أستاذ مساعد طب وجراحة العيون، دكتوراه طب وجراحة العيون بكلية الطب، زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية غلاسكو، زميل المجلس العالمي لطب وجراحة العيون كامبريدج، عضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحة عيون الأطفال والحول AAPOS، عضو الجمعية الأوروبية لطب الأطفال EPOS. اهلا بكم. عايز اصلح لكم شويه مفاهيم كده عشان ايه نبدا يعني 2019 زي ما بيقولوا كده فكر صح وعلى ميه بيضاء. بصوا بقى، اول حاجه اعرفوا مفاجاه ان التلفزيون ما بيسحبش النظر وما بيضعفوش. اللي نظره ضعيف نظره ضعيف، واللي نظره قوي نظره قوي. هو بيجهد العين، بيجهد عضلات العين. الاضاءه الخافته، ان انت تذاكر على اضاءه خافته شويه، ده مش هيضعف نظرك، بس برضو اكيد هياثر على عضلات العين شويه لانها هتبذل مجهود اكتر. حاجه ثانيه مفاجأة للجميع، الأمهات اللي أكلونا جزر طول عمرنا عشان يقوي النظر، لا يا باشا، الجزر ما بيقويش النظر. اللي عنده ماينس 16 ولا ماينس 15 ولا ماينس 10، لو كلفة دان جزر مش هيتحول من ماينس 10 لماينس 9، مش هيحصل كده، مش هيحصل له أي تغيير، هو هيفضل طول، حتى لو كان يعني جزر البحيرة كله، جزر الشرقية كله، هو هيفضل طول عمره نظره في حلو. فيتامين كويس جميل، جزر حلو مفيد للبشرة مفيد لكل حاجة، ياكله طبعا عشان الكحل بقى ما بيأثرش على العين تأثير سلبي، لكن بس خلي بالكم ما بيفيدش العين إفادة كبيرة، يعني تكحيل العين مش هو الـ 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 العلاج لأي شيء يعني. وفي الأطفال بلاش كحل العين ده، لأن الطفل إحنا مش هنتحكم في الكحل، وممكن نعمل له أبريشن للقرنية تبقى مشكلة. يعني هذه المسكينة قالت لها، وبعدين الشكل مش جمالي خالص، يعني البنت يعني فين الطفولة؟ أنا حاسس إن أنا شايف صورة أكتر منها بنت حقيقية. حاجة الأخيرة مهم قوي قوي ان انتوا تعرفوا ان كل حاجة بتأثر على الصحة بتأثر على العين. العين جزء من الجسم، يعني برضو الامراض، سكر لو اتدهول لو اتبهدل، الضغط لو مش مظبوط يأثر على العين، بس يأثروا بقى بشكل او باخر. هنفهم النهاردة بالتفصيل الاصلاح العين وجراحات اصلاح البصر، بس في الاطفال كمان احنا ازاي هنعمل اصلاح البصر في الاطفال. ده قصة كبيرة كده، قصة مهمة خالص، النهاردة نفهمها بالتفصيل مع ضيفتي العزيزة، القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في عالم العيون، اللي بتسعدني جدا بأسلوبها الرائع واختياراتها لثقافة، طريق ثقافة رائع جدا لطب عيون الأطفال. طبعا القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتورة نرمين البدوي. أهلا بيك يا دكتورة. أنا عايز أروح لسؤال مهم قوي، وممكن نعمل جراحة الطفل نصلح له العيون في حالات نادرة جدا جدا جدا. ما هو أصل إحنا لازم نفرق، هو إحنا بنعمل جراحات الانكسار البصري دي، أو بمعنى أصح جراحات تصليح النظر دي. هو المفهوم في الأطفال بيختلف تماماً عنه عن الكبار. يعني إيه الهدف من جراحات إصلاح النظر في الكبار؟ الهدف من جراحات إصلاح النظر في الكبار إن إحنا نوصل لأفضل رؤية تستطيعها العين دون الاستعانة بالمعينات البصرية. يعني إن أنا أقدر أشوف 6x6 من غير ما ألبس نظارة، من غير ما ألبس contact lenses أو عدسات لصقة، وأقدر أمارس حياتي بشكل طبيعي وأشوف أفضل رؤية ممكنة. طيب هل ده الهدف في الأطفال؟ لا طبعا. في الأطفال لما بنقرر إن احنا نعمل جراحات علاج الانكسار البصري أو جراحات إصلاح النظر، ده بيبقى لإنقاذ العين من خطر كبير، لأن عين الطفل دي في مرحلة نمو، وبما أن العين في مرحلة نمو وممكن لو أثرنا على نمو العين في المرحلة دي يحصل ما يسمى بكسل العين،
فجراحات الانكسار البصري لما بنعملها في الأطفال بنعملها في حالة إن الطفل ده معرض بصفة أكيدة إنه يحصل له كسل في العين بعد فشل كل الوسائل الأخرى اللي هي زي النظارة أو العدسات اللاصقة أو أي طريقة لإصلاح النظر ما لم نلجأ لهذه الجراحات. وحتى لو لجأنا ليها بنلجأ في حالة واحدة فقط لا غير، إن احنا يبقى عندنا عين نظرها يختلف عن العين الأخرى بشكل لا يمكن بطريقة أو بأخرى إصلاحه، لا بنظارة طبية ولا بالعدسة اللاصقة، لمنع إن احنا نضحي بالعين دي وتفقد البصر نهائيا. يعني زي ما بنقول كده نص العمى ولا العمى كله، يكون فرق كبير بين العين بين العينتين. ايه هي جراح يعني جراحات اصلاح الانكسار او اصلاح البصر في الاطفال؟ هو عامه جراحات الانكسار البصري في الجراحات اللي احنا بنسميها الجراحات السطحيه اللي هي زي جراحات الليزك وجراحات الفيمتوليزك وجراحات الليزيك، اللي هي الجراحات اللي بتشتغل على القرنيه اللي هي بنعمل فيها إعادة لتشكيل شكل قرنية العين بحيث إن هي نستعيد عن العدسة النضارة بنشكلها على قرنية العين. وفي جراحات أخرى اللي هي جراحات زرع العدسات داخل العين. كلتا الجراحات يمكن إجراءها في الأطفال، لكن في بيتم اختيار نوع الجراحة اللي هنعملها سواء في الطفل أو في البالغ بناء على كل حالة على حدة بتقيم وبيقيم إيه نوع الجراحة اللي ممكن إجراءها. على عكس المتوقع أو على عكس المفهوم، جراحات الليزك بالذات من الجراحات اللي نقدر نقول إن هي أقل جراحات ممكن تجيب نتيجة في عيون الأطفال، لأن هي جراحات محدودة جدا. إحنا زي ما قلنا إن إحنا المفروض إن الفرق بين العينين يبقى كبير، يعني زي ما بنتكلم عن ان عين مثلا 0 او ماينس 1 والعين الثانيه ماينس 12 ماينس 13 ماينس 14. اقل من كده ممكن النضاره تقدر تتغلب عليه، ولو النضاره ما قدرتش العدسه اللاصقه ممكن تتغلب عليه. طيب احنا عندنا حدود اصلا لعمليه الليزك. عمليه الليزك حتى في الشخص الكبير او في الشخص البالغ اخرها ماينس 12، ده بكل الأبحاث العلمية المعترف بيها. وبالتالي لما هنيجي نعمل عملية ليزك لطفل هي عملية أصلا محدودة مش هتغطي الفرق اللي مطلوب علشان أعمل جراحة انكسار بصري في هذا الطفل. وبالتالي نقدر نقول إن عملية الليزك من أساسها عملية غير مقبولة إجراءها للأطفال. غير مقبول إجراءها على الإطلاق في الأطفال، غير مقبول جراحات الانكسار البصري في الأطفال. وعملية الليزك من بين جراحات الانكسار البصري هي الأقل نتائج متوقعة. طب إيه اللي يحصل لو عملنا عملية الليزك في الأطفال؟ لا، عملية الليزك في الأطفال ليها مشاكل كبيرة جدا جدا. أولا إن إحنا الطفل ده كبداية علشان نعمل له العملية دي إحنا بنضحي يا إما بالقرنية بتاعته، يعني الطفل ده طفل لسه في مرحلة النمو عينه لسه بتكبر، يعني الطفل ده لو نظره النهاردة مثلا ماينس 2 ماينس 3 يعني ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4، السنة الجاية العين كل ما بتكبر 1 ملي النظر بيتأثر 3 ديابتر، يعني لو هو عينه كبرت ملي هيبقى ماينس 3 هيبقى ناقص 3. طيب لو أنا عملت له الليزك النهاردة أو عملت له أي جراحة من جراحات الانكسار البصري، أولا أنا بأثر على القرنية بتاعته وبأثر على قدرة العين على الرؤية، بالرغم أن الاستفادة اللي أنا هستفيدها هتبقى بكتير قوي سنة أو اتنين، وهيرجع الطفل ده بعد كده هيطلع عنده انكسار بصري تاني. طيب لو أنا عملت عملية الليزك، الطفل ده غير الكبير، يعني اللي احنا بنسميه الكورنيال بايوميكانيكس او الديناميكيه بتاعه القرنيه بتاعته وعلاقه انسجه القرنيه ببعضها بتبقى مختلفه عن الكبار. فالطفل ده معرض ان احنا يحصل له ما يسمى بالاكتاتيك كونديشنز او الضعف في القرنيه اللي ممكن يؤدي ان الطفل يتكون عنده قرنيه مخروطيه او يحصل عنده
فقد للاستواء بتاع القرنية بتاعته، هتبقى قرنية غير مستوية، قرنية متعرجة. الجهاز المناعي في الأطفال قوي جدا، وده بيأثر سواء على جراحات الليزك أو على جراحات زرع العدسات. يعني في حالة الليزك بيحصل إن ممكن في مكان الرقعة أو مكان الفلاب إن يحصل هجوم من الخلايا بتاعة الجسم تعمل ما يسمى بعتمات القرنية. لو إحنا عملنا له زرع عدسة برضو الجهاز المناعي بينشط جدا، ممكن يحصل عنده التهاب قزحي أو التهابات جوه العين يصعب علاجها في الأطفال، والتصاقات حتى هتمنع إن إحنا نقدر نشيل العدسة دي في المستقبل، لأن إحنا هنحتاج لما نظر الطفل يتغير إن إحنا نعمل تدخل آخر. طيب زراعة العدسات في الأطفال يعني ده إيه رأيك؟ زراعة العدسات في الأطفال برضو نفس الحكاية، ما بنلجأش ليها إلا في حالات قليلة جدا بعد فشل النظارة الطبية. أي تدخل في الأطفال هيبقى بعد فشل النظارة الطبية وبعد فشل العدسة اللاصقة. ليه؟ إحنا مشكلة عندنا إنه الأهالي جايين فاكرين إنه يلا اعمل له عملية ويقلع النظارة ونخلص. في ناس مش عاجبها شكل ابنها بالنضارة، الولد بيقلع النضارة ونرميها، مغلبهم في لبس النضارة، فهم معتقدين ان المشكلة كلها تتحل بالجراحة. هنسيبنا من نقطة ان هو كده كده نظره هيتغير في المستقبل وكده كده هيقلع النضارة، لكن لنفرض ان احنا جينا عملنا له ليزك علشان ننقذ العين دي، هنقربها شوية من العين التانية. يعني لو الطفل ده مثلا ناقص 14، الليزك الليميتيشن بتاعه ناقص 10، عشان ما نضحيش بالقرنية هنعملها له لغاية ناقص 9، في 5 هيلبس علشانهم النضارة. لو احنا عملنا له زرع عدسة زي ما حضرتك بتقول، علشان عملية زرع العدسة دي مش عملية سهلة وده تدخل جوه العين، فأنا ما اقدرش أزرع عدسة بمقاس الطفل النهاردة. احنا بنعمل له قياسات معينة بحيث ان هي تسمح ان نظر الطفل لما يكبر تبقى في الحدود المسموح بيها. يعني أنا هلبسه العدسة النهاردة هيبقى هتفرق 2-3 عن مقاسه، علشان نديله رينج يتحرك فيه النظر بتاعه ويقدر يشوف في المستقبل. يبقى هو لبس نظارة دلوقتي وفي المستقبل ممكن المقاس ما يزبطش قوي فيلبس نظارة في المستقبل. لنا منعته من أنه يلبس نظارة دلوقتي ولا أنقصته من لبسها في المستقبل، بالإضافة لأن العدسة دي مع الوقت هتحتاج تدخل آخر. يعني معظم الأطفال اللي هيعملوا زرع عدسة يا إما هيلبس نظارة يا إما في المستقبل هيلبس عدسة لاصقة عشان تغطي التطور والنمو اللي حصل في عينيه، الدرجة اللي اتغيرهم بالظبط، يا إما هيحتاج إنه يزرع عدسة تانية فوقيها اللي احنا بنسميها البيجي باج اي او ال، إن هو بيزرع عدستين جوه العين، أو يتعمل له ليزك فوق العدسة اللاصقة. مش ممكن اشيل العدسه دي وازرع عدسه ما لم يكن هناك التصاقات. مع ده بقى المشكله اللي بقول لحضرتك عليها، انه في الاطفال بيبقى في التصاقات شديده جدا هتخلي في خطوره ان احنا نشيل العدسه دي ونزرع عدسه تانية، فبيتزرع عدسه تانية معاها. فكل دي مغامرات وكلها بنعرض العين لخطوره شديده لا تحتمل لا الطفل في السن الصغير ده ولا العين تستاهلها، ولا الطفل ده في المستقبل يستاهل ان احنا عشان كنا متخيلين ان هو هيقلع نظاره وهو صغير وطلع ان هو مش هيقلعها، ان احنا ضحينا بعينه بقيت عمره هيدخل في مشاكل احنا ممكن ما نبقاش قدها. طيب انا عايز الصوره الكامله بقى، لو حضرتك بدات ترسمي بورتريه لطفل عنده مشكله ضعف ابصار لعيلته عشان يتخذوا القرار هيعملوا ليزك لا مش هيعملوه، طيب زراعه العدسات طب امتى هنلجا لها ولابد نلجا لها، العين خلاص هتروح، الصوره الكامله لازم نبقى قدامنا كده في شكل واضح. تمام. هو عامه احنا هنمشي بيها كده زي كانها جدول او خريطه. خريطه. احنا عندنا طفل، الطفل ده عنده مشكله في النظر، المشكله دي هل يمكن حلها بالنضاره؟ انتهى، ما لهاش مجال آخر للتعامل تحت أي ظرف من الظروف. يلبس نظارته، مامته هتيجي تقول هيلبس نظارته،
مش قادره البسها له يلبس نظارته، سواء كانت مشكله حول او مشكله ضعف البصر ملهاش علاقه. ده لبس النظاره علاج لجزء من الحول وعلاج لحالات كثيرة من الحول، بيبقى مجرد لبس النظارة والحول بيختفي، اللي احنا بنسميه الاكوموديتيف ايزوتروبيا او اللي احنا بنسميه الحول التكيفي. وفي نفس الوقت لبس النظارة علاج للانكسار البصري او المشكلة اللي موجودة عندنا. فلبس النظارة في الاساس هو العلاج للانكسار البصري او لضعف الانكسار البصري عند الاطفال على الاطلاق. ما ينفعش هنلبس عدسة لاصقة. نورتينا دكتور، شرفتني، اسعدتني جدا بهذه الزيارة وبهذا العلم الغزير وبالدقة في التوصيف وبالمنطقة اللي انا في رأيي هذه هي المنطقة العميانة في الثقافة الخاصة بعالم العيون، وهي منطقة طب عيون الأطفال. طفل عينه لا تعامل معاملة الكبار، لا تعامل معاملة عين الكبار، قراراتها مش زي قرارات عيون الكبار. عيون الكبار سبتت، عيون الكبار القرار بيبقى أسهل كتير لأنه ليس فيه تطور مستقبلي زي عين الأطفال. التطور المستقبلي هنا ما ينفعش مع رجعة، والعين لا تغفر، لا تغفر، ما ينفعش. مش جلد يا باشا، هتعمل غلطة وترجع تصلحها تاني، مش تقشير كيميائي يزيد وترجع إن شاء الله أيام ما ينمو الجلد ويرجع تاني. العين لا تغفر، خطيرة جدا، زي الجهاز العصبي كده. نورتينا وأشرفتينا أستاذ الدكتورة نرمين بدوي، كانت في الناس الحلوة في واحدة من أهم حلقاتنا على الإطلاق. خليكم دايما مع الناس الحلوة. الزمن ده في حاجات كتيرة قوي غلط الناس بتعملها، وده بيضر منطقة أسفل الجهاز الهضمي أو آخر منطقة اللي هنا الكنال، منطقة شرجية بيضرها أضرار جسيمة للغاية. المريض لو هتقول له احنا ممكن نعمل عملية والنصور يخف بس ممكن العضلات تتأثر شوية يقولك لا ما تعملوش، وعنده حق. هو أهم حاجة يعالجها الليزر إيه في أمراض الشرج؟ النصور الشرجي، لأنه أهم طفرة عملها أنه خلى الخطورة مش موجودة.